السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مادة المنطق الرقمي، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات المادة. معكم الدكتور أنس المجالي من قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الهاشمية. اليوم بدنا نستكمل محاضرتنا ومادتنا اللي هي متعلقة في Lecture 5 Part 1 حسب السلايد سيت. طبعا هاي المحاضرة هي فعليا ليكتشر 5 بارت 2 حسب طبعا الترتيب المحاضرات اللي نازلة على اليوتيوب. المحاضرة الماضية بدأنا بالحديث عن مواضيع اللوجيك، والمحاضرة الماضية أخذنا يعني مقدمة عن جميع الجيتس او البوابات المنطقيه، فعليا يعني بيسموها بالعربي البوابات المنطقيه، اللوجيك جيتس اللي ممكن استخدامها في عالم الديجيتال لوجيك. اخذنا الاند والاور والنوت اللي هي الانفرتر، وحكينا انه باستخدام هذول الثلاثه جيتس ممكن انه احنا نعمل اي ديجيتال لوجيك سيركت في الدنيا. لكن حكينا كمان انه في عندنا الناند والنور، ولاسباب ممكن متعلقه مرات في الفابريكيشن في التصنيع نميل استخدام النور والناند اونلي. حكينا انه راح نحكي عن هذا الموضوع ان شاء الله بشكل مطول. وحكينا كمان عن الاكس اور والاكس نور ايضا. اليوم بدنا نحكي عن describing digital logic circuits، يعني فعليا لو انا اعطيتك digital logic circuit كيف ممكن انك تكتب الفانكشن البوليان فانكشن تبعها، وكيف ممكن نعمل evaluation، يعني العكس انا معطيك البوليان فانكشن كيف ممكن ترسم السيركت وكيف ممكن نطلع قيمه اف الفانكشن النهائي. بدنا نحكي عن الاكس اور، لان المحاضره الماضيه الاكس اور والاكس نور حكينا انهم يساووا فانكشنز معينه، كيف ممكن نثبت فعليا هذا الموضوع، وكيف ممكن نعمل extension to multiple gates. طبعا هذا الموضوع متعلق بال association او الassociativity تبعت ال gates. طيب السكشنز اللي سنغطيها يعني في محاضرة اليوم اللي هي 1.9 2.7 2.8 3.6 من الكتاب. زي ما انتم شايفين احنا ماشيين على ترتيب السلايدز وليس على ترتيب الكتاب. يعني في مواضيع أخرى راح نتحدث عنها إن شاء الله لاحقاً، اللي هي الـ Universality of Land والنور، يعني هاي ممكن نتركها من السلايدز اللي احنا ماشيين فيها ونرجع لها لاحقا. وكمان موضوع الاكتف هاي والاكتف لو، لانه تطبيقات هاي الامور ان شاء الله تظهر معنا لاحقا. طيب without any further delay خلينا نروح مباشرة للتوبيك الأول اللي هو describing الـ digital logic circuits. احنا المحاضرة الماضية أخذنا مجموعة من الجيتس، الآن في محاضرة اليوم بدنا نحاول إنه هاي الجيتس نركبها مع بعض، يعني عشان نبني فعليا circuits معقدة أكثر لها functionalities أكبر. طيب الآن هون لما نحكي describing الـ digital logic circuits، الـ given بالنسبة لنا هي circuit رح تكون مرسومة، المطلوب إنه نطلع شو هو الـ function F. الآن دائما بدنا نكون ماخذين بعين الاعتبار اللي هي البريزيدنس رولز، اللي هي ماخذ سي بلس بلس يعني بيعرف شو يعني البريزيدنس رولز، اللي هي بدنا نتكلم عن اوبريشن معينه شو الترتيب اللي بتمشي فيه. عادة احنا مثلا في عالم الريجلر الجبرة بنعمل العمليات البين اقواس في البداية، اي شيء جوا اقواس هو الذي نبدأ فيه به يعني. بعدين احنا بنعمل عمليات الضرب، بنعطي اولوية لعمليات الضرب. طبعا يعني القسمة فعليا يعني نقدر نتفرج على هذيك الضرب. بعدين نتفرج على عمليات الجمع والطرح. إذا الأولوية لعمليات الضرب. الآن بنفس الطريقة في عالم المنطق الرقمي لاحظوا إنه إذا كان في عندي parentheses، أي parentheses دائما في لها priority، فإحنا دائما نسوي بنعمل عمليات البين أقواس بعدين نتفرج على العمليات الأخرى. يعني القاعدة بتحكي لك إنه implement not operators، يعني إذا في عندي bar أو inversion parentheses عفوا اللي هي الأبوستروفي دائما نبدا فيها، دائما نبدا فيها. لاحظوا انه هون شو بحكي لك، نبدا فيها from left to right L to R left to right. طبعا لما نحكي left to right مقصود فيها لانه عاده يعني احنا اتجاه الرسمه بيكون بهذا الاتجاه، مش بالضروره حقيقه يكون دائما اتجاه الرسمه هذا الاتجاه، ممكن يكون من الشمال اليمين للشمال، ممكن يكون من فوق لتحت او من تحت لفوق، يعني بغض النظر. المهم دائما يعني بنبدا فيها داون ستريم، بنسميها داون
ستريم يعني هذا الوصف للأداء، داون ستريم يعني مع اتجاه التيار، مع لو في عندك تيار بده يمشي مع اتجاه التيار اللي هو من الانبوت للاوتبوت اللي موجود في النهاية. طيب إذا أولا بنطبق عمليات النوت، بعدين عمليات الاندنج، بعدين عمليات الاورنج، طبعا دائما from left to right، وما بدنا ننسى انه دائما الـ parentheses implies priority. طيب يعني بدون اني without any further delay خلينا نروح كمان على التطبيقات على امثله على هذا الموضوع. يعني هاي في عندنا هون مثال على هذا الموضوع. في عندنا هاي السيركت والمجهول بالنسبه لنا اللي هو F، بدنا نكتب F ايش تساوي كابوليان فانكشن. طيب القواعد اللي كانت في الصفحة السابقة كانت تحكي لك انه اول شيء implement النوت اوبريترز، لاحظوا انه هون مثلا ما في عندي نوت، يعني ما فيش عندي اي انفرجن، في عندي هون اند جيت وفي عندي اور جيت، ما في عندي اي انفرجن. فالان بدنا نروح للخطوة التالية اللي هي implement الاند اوبريترز، فلاحظوا انه في عندي هون من الشمال لليمين ما في عندي الا اند واحدة، اذا الاوتبوت تبع هاي الاند اللي هو A and B، واضح اللي هو A and B. طيب بعد هاي الاند بنعمل implementation للاور اوبريترز، واضح انه هون في عندي اور لا يعني A و B معمولهم اورينج مع C، فلاحظوا انه هون في عندي A and B في الاوتبوت معمولها اورينج هون بالاور جيت مع C، اذا هون في عندي اور C، اذا هاي هذا هو الفانكشن تبعنا اللي احنا شايفينه. طيب الان يعني سؤال بيطرح نفسه، يعني هل ممكن انه اكتب الفانكشن هذا بهاي الطريقه ولا لازم اني احط اقواس؟ هل لازم احط اقواس عشان امثل هذا الفانكشن؟ هل لازم، هل هذول التو فانكشنز متساويات؟ طبعا هذول التو فانكشنز متساويات سواء كتبت مع اقواس او بدون اقواس ما في مشكله. ليش؟ لانه حكينا انه عمليه الاندنج مشابهه جدا لعمليه الضرب في الريجولار الجبرا. احنا الان في الجبرا العاديه يعني احنا متعودين عليها اللي فيها ضرب وقسمه، الاند مشابهه لعمليه الضرب، واحنا دائما نعمل نعطي اولويه لايش؟ لعمليه الضرب، فما في مشكله حطيت اقواس. دائما طبعا الاقواس اذا ما فادت اكيد ما بتضر، يعني كثره الاقواس يا جماعه يعني ما فيها مشكله، يعني اذا انت confused ما في مشكله انك تحط اقواس دائما، لانه الاقواس حكينا اذا ما فادت اكيد ما بنضر، بتنظم منظر الشغل. اذا سواء كتبتها بالطريقه اللي فوق او بالطريقه اللي تحت الفنتين مقبولات. طيب نيجي على الفانكشن الثاني الاكزامبل الاخر اللي هو تحت، خلينا نشوف يعني كيف بيشتغل. نفس الشيء بدنا نبلش في النوت، هون ما في عندي نوت، بدنا نبلش في الاند. لاحظوا الاف هون شو تساوي، في عندي اندنج لمين؟ لسي معمولها اندنج مع something else اللي هو جاي من هون، اوكي. اذا بقدر احكي سي معمولها اندنج مع قوس معين، اوكي، لانه احنا الترتيب انه نعمل اند اول شيء بعدين الاور، وراح نشوف انه احنا يعني مع الممارسه مش بالضروره نلتزم بهذا الترتيب، راح يصير نحل بطريقه اكيد اسرع، ممكن دائما نمشي من الشمال لليمين. طيب بعدين بحكي لك implement الاور، واضح انه الاور في عندي هون A او اور B، A or B، طبعا زائد اللي هي إشارة L or. طيب نجي نحطها بالأقواس A or B، A or B حطناها بالأقواس بتصير عندنا يعني بهذه الطريقة، في عندنا A or B، A or B هاي عبارة عن زائد اللي هي عبارة عن L or. طيب الآن هل الأقواس ضرورية؟ إذا هذا الفانكشن يمثل فعليا هاي السيركت، لكن السؤال الآن هل هذا مساوي ل C or ال A C and ال A or B؟ طبعا لا يساوي، لأنه الآن بصير زي كأنه معمول أول شيء C and B and A، بعدين معمولها أورينج مع، إذا فعليا هذول التو فانكشنز غير متساويات. إذا الأقواس الآن، القوس الآن شو ماله؟ ضروري لازم نحطه، لازم نحط القوس on we must include parentheses. Okay. إذا هاي هذا صح، واللي تحت إيش معناه؟ واللي تحت أكيد غلط، ما بصير. يعني هذا الشيء من الأخطاء الشائعة كمان، يعني
مفروض انه يعني جزء ما بظهر هذا الخطأ كثير، لانه فعليا مع الطريقه اللي احنا متعودين عليها، فبتمنى انه الكل يلتزم بهذا الموضوع. طيب ناخذ كمان امثله مثال مهم جدا، يعني على بساطته لكنه مهم جدا، بتمنى انه الكل يركز معانا في هذا المثال لانه بسيط جدا لكنه مهم. طيب الآن القاعدة بتحكي لك، بدنا نطلع الإف طبعاً، إنه نعمل أول شيء الإنفيرتر أو شيء النت، فواضح إنه هون في عندي أنا A بار، وبالنهاية الإف شو بدها تطلع؟ تساوي الـ A معمولها إنفيرجن على الإنبوت، لاحظ مش على الأوتبوت، معمولها إنفيرجن على الإنبوت، معمولها أندينج مع مين؟ مع الـ B. الـ A معمولها أندينج مع الـ B، أوكي؟ يعني هذا المثال سهل جدا، ليش انا حطيته؟ بس عشان نتفق على الترمينولوجي او الكونفنشن اللي بدنا نمشي عليه في ماده المنطق الرقمي. طيب لو اجينا على هذا المثال الان، هون لو سالتك قديش عدد الجيتس المستخدمه في هاي السيركت، اذا هون عدد الجيتس المستخدمه النمبر اوف جيتس يساوي 2. ليش؟ لأنه في عندي inverter وفي عندي and gate، inverter أو and gate. الآن هاي الرسمة اللي مرسومة فوق يمكن مرات إني أرسمها بهاي الطريقة، هاي ال F، وأحط عندي ال A bubble ملتصق في الانبوت بالجيت، أوكي؟ هذا convention، يعني إحنا يمكن استخدامه A و B. الآن لاحظوا إنه البابل، إذا بتذكروا من المحاضرة الماضية حكينا إنه الانفيرتر فعلياً هو عبارة عن جزئين، هذا اللي سميناه اللي هو البفر وهاي اللي هي البابل، أوكي؟ البابل المسؤولة عن الانفيرجن، عن التحويل. البفر حكينا ما بيعمل تحويل، البفر يعني لو كان في عنا يعني A فاتت تطلع A، هدف منها فقط تقوية السيجنال. الآن من باب التسهيل، يعني شو بنعمل مرات؟ بنحط الانفيرت البابل، بنحط البابل على الانبوت، بنحط البابل على الانبوت بالطريقة هاي، لكن شو بنعمل؟ بنقيم المثلث، بنقيم المثلث اللي هو البفر. This is يعني one convention that is valid. الآن طبعاً الاف بهاي الحالة كمان راح تطلع شو تساوي؟ A bar and B. حسب الكونفنشن اللي احنا ماشيين عليه، هاي البابل فعلياً هي عبارة عن انفيرتر، فعلياً هي عبارة عن انفيرتر. إذا هون كمان number of gates كمان يساوي 2، number of gates كمان يساوي 2، لأنه في عندي inverter زي كأنه و gate، inverter و gate، أوكي؟ طبعا هاي AND gate يعني هذا خط مستقيم. طيب طريقة ثانية كمان لكتابة نفس الإشي، نفس هذا الإشي، اللي هي ممكن مرة خلاص أختصرها بإيش؟ أكتب A bar B، يعني ما تتفاجأ إذا شفت هاي الصيغة، فستل هون عندي A bar B. الآن يعني بالوضع الطبيعي نعم لازم يكون في عندي inverter، إذا هون بالوضع الطبيعي فعليا ممكن أكتب إنه number of gates كمان gates يساوي كمان 2، إذا يعني بالوضع الطبيعي، لأنه فعليا البار هذا هو عبارة عن gate، يعني البار هذا هو عبارة عن gate. طيب مرات في بعض الأسئلة بنيجي بنحكي إنه assume إنه الانفيرجن موجود، يعني فهذا بيكون حسب السؤال، يعني مو باجي بحكي لك إنه assume إنه الA موجودة والA بار موجودة، يعني زي كان بحكي لك الانفيرجن للA موجود، فيعني في هاي الحالة ممكن إنه ما نعد الجيت، لكن بده يكون السؤال واضح، فما بديش يعني أسئلة كثير على هذا الموضوع. السؤال إذا ما في إذا 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 الانفيرجن provided إليك، يعني معطى إليك، بيكون السؤال واضح، بيحكي لك إنه فعلياً inversion موجود. يعني إحنا رح نحاول إن شاء الله إنه نقيم أي عدم وضوح بصيغة السؤال فيما يتعلق بهذا الموضوع. طيب آخر موضوع بدي أحكي عنه، بدي أركز عليه، إنه إذا كانت البابل على الأوتبوت، هاي معروف، إحنا أخذناها المحاضرة الماضية حكينا إنه هاي هي الناند، صح؟
إذا كانت البابل على الأوتبوت بهاي الحالة، البابل تعتبر جزء من السيركت. إذن البابل على الانبوت، البابل على الانبوت زي ما احنا شايفين هون تعتبر انفرتر فعليا، لكن البابل اللي على الاوتبوت ملتصقة في الاوتبوت، ملتصقة في الاوتبوت تعتبر 1 جيت. هاي تعتبر 1 جيت. اذا هاي عبارة عن ناند جيت تعتبر 1 جيت. اذا نميز بين البابل الموجودة على الانبوت وبين البابل الموجودة على الاوتبوت. الان بابل لحالها زي هيك يعني ما راح نشوف، يعني بابل بالطريقه هاي على الانبوت على السلك لحالها هيك ما راح نشوف اطلاقا. اذا البابل ممكن تكون زي هيك مرتبطه بالمثلث، ممكن تكون البابل مرتبطه بالاند جيت او اي جيت اخرى على الانبوت تعتبر انفرتر فعليا، يعني هاي وهاي فعليا هم واحد. ممكن تكون البابل على الاوتبوت هاي تعتبر ايش؟ 1 جيت. 1 جيت بابل لحالها على السلك مستحيل. غلط غلط، هذا الحكي خطأ، يعني ما في كونفنشن بهذه الطريقة أن يتم رسم الانفرتر بهذه الطريقة. اوكي، أمثلة بسيطة لكن مهمة يا جماعة، احنا قاعدين نتفق على الأساسيات، قاعدين نتفق على الأساسيات. طيب خلينا ناخذ أمثلة شوي أعقد. الآن بدنا نحاول نسرع الوتيرة شوي، يعني القواعد اللي كتبناها شوي بدنا نسرعها، بدناش نضلنا نحكي الآن بدنا نعمل النت ونعمل الانفرتر ونعمل الأور، خلص بدنا شوي يعني نسرع. لو بدنا نمشي خلينا نمشي على القواعد. الان هون شو بتحكي لك؟ اول شيء اعمل النت، فاحنا بنعرف ان هون في عندنا الدي بار راح يطلع، هون في عندنا الدي بار. بعدين شو بيحكي لك؟ اعمل الاند، اذا هون في عندي اي اند بي الكل بار، هون في عندي كمان اند سي اند دي بار. اوكي، الان هذول الثنتين معمولهم اورينج مع بالاف. اوكي، فهون في عندي A and B الكل بار معمولهم اورينج مع مين؟ مع C and D and D بار. اذا هون نلاحظ انه البار فقط على D، لكن في الحد الاول الترم الاول البار على مين؟ على ال A والبي بنفس الوقت، اثنين مع بعض. اذا هون في عندي البار على واحده. طيب لاحظوا انه البار يا جماعه هو نفسه امبلايز يعني بارنتسيس، يعني هون زي كانه في عندي اقواس على الاي والبي. طبعا انا اوريدي في عندي اندنج، اذا ما في عندي اي مشكله. الان اللي بده يحط اقواس ما بمنع، يعني هيك كتبتها صح، سواء كتبتها كمان هيك اي اند بي بار or C and D bar كمان هذا صح، كمان بدك تحط D جوا أقواس كمان صح، لكن يعني لا ينصح إنه بهذا الشيء. إذا يعني هاي صح وهاي صح، الثنتين عندنا صح. طيب كمان نحل هذا السؤال. يلا أول شيء الانفيرجنز، هاي في عندي هون A bar، هون في عندي C bar، بعدين implement ال and، هون في عندي C and دي، بعدين implement ال or from left to right، هون في عندي A bar معمولها oring مع ال B، لكن ايش؟ الكل على A bar، انها عبارة عن نور جيت، عبارة عن نور جيت. طيب طيب ال F اللي بالأخير هاي عبارة عن or كمان، شو فايت عليها؟ فايت عليها ال A bar معمولها oring مع البي الكل بار. اوكي، بعدين في عندي اور مع السي والدي، اوكي معمولها كمان اورينج مع مين؟ مع السي بار، كلها معمولها اورينج مع السي بار. تمام. طيب بعض الملاحظات، لاحظوا انه هون في عندي هاي السي، هاي ماخذين منها سلك احنا، ولما نعمل يعني نمشي السلك بالطريقة هاي نعمل جمب، يعني مقصود انه هذا تكملة، ما بدنا نقطع الدي، فهذا الجزء هو جزء من السلك تبع السي. السي اوكي، فلاحظوا انه السي نفسها فوتناها على الانفرتر واخذنا منها الانبوت للاور جيت، يعني هاي الملاحظة الأولى فيما يتعلق بهاي السيركت. يعني ملاحظة ثانية كمان انه بالنسبة للاي بار or B الكل بار، يعني هذا الجزء. الآن يعني في ناس بيجي بيحكي لك الآن
في بار على الاي وفي بار فوق، فخلينا نحذف البار مع البار. يعني السؤال بطرح نفسه، هل هاي تساوي الاي اور البي؟ خلص نحذف البار عن الاي ونحطه فقط على البي. طبعا هذا الحكي خطأ، هذا الحكي خطأ، هاي لا تساوي هاي. الآن ما بصير يا جماعة نغير البارز هاي إلا وفق قانون أو قاعدة من اللي رحين نأخذهم إن شاء الله في المحاضرة الجاية. إذا في عندي قواعد وقوانين postulates ومسلمات وقوانين معروفة في عالم البوليان الجبرة لازم نمشي عليها ونحافظ عليها حتى نحافظ على إيش؟ على المساواة. إذا ما تغير، ما تحاول تغير في البارز بدون الرجوع إلى قاعدة أو قانون واضح. طبعاً من أهم القواعد أو القوانين اللي رحين نمشي عليها اللي هي بنسميها دي مورغانز لو، هي بتساعدني عادة أن أتخلص من البارز بطريقة صحيحة. إذا هاي لا تساوي هاي، ما بصير إني أحكي هذا الحكي. Okay. ما بصير نحكي هذا الحكي، هذا الحكي خطأ. Okay. فبدنا ننتبه لهذا الموضوع، بدنا ننتبه بشدة، يعني ما تغير في البارز إلا وفق قانون أو قاعدة معينة. Okay. لاحظوا أنه المعادلة اللي مكتوبة يعني هون يا جماعة اللي هي الإف هاي، لاحظوا أنه مش محتاجين فيها فعليا نحط أقواس، لكن لو بدي أحط أقواس ما في إشي بمنع، ما في إشي بمنع. اللي هون هاي هذول زي كأنه عليهم قوس، مع أنه في عندنا بار فوق. طبعا السي والدي، سي معمولة أندينج مع الدي كمان، بما أنها هي عبارة عن أندينج كمان زي كأنه في أقواس سواء حطناها أو ما حطناها، فالأقواس موجودة. وبالنهاية آخر عملية بتتم أكيد اللي هي الأورينج بينهم كلهم، هي آخر عملية بتتم. تمام، مثل هيك كتبنا الفانكشن زي ما أنتم شايفين. أوكي. طيب إذن يعني إحنا حكينا أمثلة، وطبعاً يعني حلينا بعض الأمثلة. المحاضرات الجاية راح نشوف إنه راح تتكرر معنا السيركتس كثير، فيعني هذا الموضوع راح يصير أسهل بكثير بالنسبة لنا، يعني من تكراره راح يصير كثير أسهل بالنسبة لنا. طيب خلينا نروح لموضوع ثاني اللي هو evaluating the digital logic circuits output. طبعا الآن هون الجيفن العكس، شو الجيفن؟ الجيفن الفانكشن، شو بدي اطلع؟ بدي اطلع انا the value of f. لاحظوا انه يا جماعة في الأمثلة السابقة كلها f بالنهاية شو كانت؟ f كانت عبارة عن سلك، يعني هو عبارة عن output، وهذا الoutput بالنهاية راح تكون قيمته يا ايش ايش؟ يا صفر يا واحد. إذن يعني قد ما كبرت السيركت قد ما صغرت، لكن بالنهاية الإف هو عبارة عن output واحد، إذن قيمته في النهاية راح تكون يا صفر يا واحد. في عندنا مجموعة من القواعد ممكن نمشي عليها عشان نطلع قيمة الإف بالنهاية، وحتى نفس القواعد ممكن نستخدمها عشان نرسم السيركت. إذن هون الآن given الفانكشن f كبوليان function، شو بدي أطلع؟ بدي أطلع قيمته كزيرو وان، وبدي أعرف أرسم، أعرف أرسم السيركت. طيب القواعد لازم أمشي عليها هيها واضحة. perform all inversions of single terms. طبعا هون لما نحكي single term المقصود فيها إنه يعني حرف واحد، اللي يكون a x يعني y z a b، إذا كان عليه inversion بنعمل له inversion. بعدين perform all operations within parentheses، دائما أولوية للأقواس. إذا عملت هاي الأشياء كلها الآن ببلش أعطي أولوية لمين؟ للآند، بعدين للأور، وما بدنا ننسى إنه البار بشكل عام implies the parentheses. البار يعني إنه في عندي parentheses، عندي أقواس زي ما شفنا قبل. إذا دائما perform the operations within then invert، يعني إذا كان مثلا في عندي A or B عليهم بار، وأنا عارف إنه قيمة A كانت A كانت تساوي واحد وال B كانت تساوي صفر، فأنا الآن بعمل زي كأنه الـ A والـ B جوا قوس بعدين البار بنتبه له. فهجلة تصير واحد أور زيرو، اللي هي الـ A قيمتها واحد، طبعا الكل عليها inverter. الآن بعمل الـ O-ring between الـ واحد والزيرو. احنا عارفين من المحاضرة الماضية إنه الـ O-ring بين الواحد والزيرو شو يساوي؟ واحد عليه بار، وهذا الحكي شو يساوي الآن؟ الآن هذا الحكي يساوي زيرو. إذا المقصود في الخطوة الأخيرة إنه البار يعني parentheses، يعني زي كأنه قوس، perform the operation within the parentheses اللي هي تحت البار، then invert بعدين بعكس. أوكي؟ يلا خلينا نشوف مثال، خلينا نشوف مثال على هذا
الموضوع. فرضا الاف كانت A بار معمولها اندنج مع البي، معمولها اندنج مع السي، معمولها اندنج مع الاي اور الدي الكل بار، وانا هون معطيك قيم الاي، معطيك قيم الاي والبي والسي والدي، وبحكي لك ايفالويت الاف، يعني شو الاف تساوي، شو الاف تساوي. بعدين شو بدنا نعمل، بدنا نرسم السيركل. طيب يلا خلينا نبلش في التعويض، خلينا نبلش في التعويض المباشر. الاف شو تساوي، الاي اللي هي 0 معمولها بار، معمولها انفرجن، معمولها اندنج مع البي اللي هي قيمتها 1، معمولها اندنج مع السي اللي هي كمان قيمتها 1، معمولها اندنج مع مين، مع الاي اللي هي قيمتها 0، معمولها اورنج مع الدي اللي هي قيمتها 1، وشو معمول، معمول انفرجن لهم. طيب اذا بدك ترجع للخطوات الحل، الخطوات الحل، الخطوه الاولى كانت شو بتحكي، بتحكي انه perform inversion of a single term. single term يعني هذا الترم، هذا مش single term، اذا ما بعمل له inversion بتركه، بروح لوين، لهذا الزيرو، بعمل inversion لهذا الزيرو. اذا الجواب هون راح يطلع عندي 1، بنعمل inversion للزيرو، عكس 0 1 منها انفرتر بتعكس 0 1 وال 1 0، معمولها اندنج مع الواحد، معمولها اندنج مع 0 اور الواحد، الكل بار، الكل بار. طيب الان الخطوه اللي هي كانت في الاخير، شو كانت تحكي لك، بيرفورم الاوبريشنز وذين البارنتيسز، دائما وذين البارنتيسز، هي طبعا البار امبلايز البارنتيسز، اذا بدي اسوي العمليه اللي جوا القوس، اذا هاي شو بدها تصير، 1 اند 1 اند 1 اند 0 اور 1 1 طبعا بار، ال1 عليها بار، الان ال1 عليها بار. خلينا نعمل القوس بشكل افضل حتى ما يصير في عندنا خربطه في ال1 عليه بار. طيب الان ال1 راح يصيرها انفرجن لانها رجعنا لسنجل تيرم 1 اند 1 اند 1 اند 0. الان بنسوي الاند اوبريشن، اذا بيطلع الجواب عندي يساوي 0، اذا بطلع الجواب عندي يساوي 0، اذا الاف في هذه الحاله طلعت قيمتها تساوي 0. طيب اذا يعني احنا هيك بنكون عملنا الاف ورسمنا الاف. شغله ثانيه ممكن نسويها انه نرسم السيركت، يعني خلينا نحاول نرسم السيركت. تقدروا طبعا تعملوا بوز للفيديو وترجعوا عشان تشوفوا الجواب وتتفرجوا عليه مره ثانيه. الان بدنا نرسم السيركت، عشان نرسم السيركت بدنا نسوي نفس العمليات. اول شيء inversion of single terms، inversion of single terms، اذا هي في عندي a، واضح انه ال a اللي هو معمول له inversion لحاله، راح ناخذ منه ايش، راح ناخذ منه inverter ونحط عليه inverter وناخذ ال a بار. اذا واضح انه هون عندي ايش، في عندي هون ال a بار، هيها available. طيب بعدين شو بحكي لك، بحكي لك perform operations within parentheses. لاحظوا انه هون عندي في الاقواس، هون عندنا في الاقواس شو في عندنا، في عندنا A or D، A or D. إذا بدي أعمل عملية or لمين؟ ل A مع ال D، وفي عليها طبعا بابل، أوكي، في عندها، في عليها بابل لأنها هاي عبارة عن نور جيت، هاي عبارة عن نور جيت. طيب بعدين شو بحكي لك؟ بحكي لك perform، يعني عملنا العملية اللي داخل الأقواس، والآن شو بدنا نعمل؟ نمشي بالخطوات. في عندي أندنج، بنعطي بريوريتي أندنج، وما ظل أصلا عندي غير الأندنج. إذا شلون في عندي، راح يكون أند جيت، أيوه عبارة عن أند جيت، راح يكون فايت عليها الـ A بار، أوكي الـ A بار، وفايت عليها كمان الـ D أور الـ A الكل بار، وفايت عليها كمان مين؟ الـ B والـ C. ال B هاي F C، وهاي طبعا اللي هي ال F، وهاي اللي هي ال F. اوكي okay. اذا ال F تساوي A بار and ال B and ال C، ويعني راح نشوف انه يعني التبديل في عالم ال anding يعني ما في مشاكل، يعني حكينا A بار and B and C، ولا حكينا A بار and C and B، هي نفسها في عالم المنطقة الرقمي. راح نشوف طبعا هاي القواعد ان شاء الله في المحاضرة القادمة. طيب
نشوف أمثلة أخرى. نشوف أمثلة أخرى بنفس الطريقة، يعني بنفس الطريقة هاي السيركت قدامنا بدنا نعملها، يعني بدنا نرسمها، بدنا نرسمها درو ذا سيركت. نفس الإشي بدنا أول شيء نعمل الانفيرجن، إذا هون في عندنا هاي الـ A في عليها انفيرتر، وفي عندنا كمان الـ C عليها انفيرتر. بعدين الآن شو بدنا نعمل؟ بنعمل الاندنج بعدين الاورنج، صح؟ إذا الأولوية للاندنج بعدين الاورنج. طيب أول شيء في عندنا اندنج لمين؟ للـ A مع الـ C. إذا هون في عندي اند جيت راح يكون فايت عليها الـ A، وراح يكون فايت عليها كمان الـ C، كمان فايت عليها الـ C. طيب في عندنا اند جيت فايت عليها الـ B والـ C بار، إذا هون في عندي سي بار وهون في عندي بي فايت عليها، وفي عندي كمان آخر أند جيت راح يكون فايت عليها إيش؟ راح يكون فايت عليها الـ A بار. الـ A بار مع الـ B مع الـ C. الـ A بار مع الـ B مع الـ C، والآن هذول كلهم شو معمولهم؟ معمولهم أورينج. شايف؟ طيب لاحظوا يا جماعة إنه يعني برسمة زي هيك مرات ممكن إنه تكون confusing، يعني بسبب كثرة التقاطعات، يعني ما في ضير مرات انه نرسمها بطريقه اخرى. اذا يعني هاي الرسمه اكيد صحيحه، يعني ما فيها اي مشاكل، لكن يعني ما تستبعدوا اذا شفتوا هاي الرسمه بطريقه اخرى حتى نتغلب على التقاطعات المختلفه. لاحظوا الان بس نتاكد انه هاي فايت عليها الـ A والـ C، اذا هاي A or C، هاي فايت عليها الـ C بار مع الـ B، رقم صحيح، والأخيرة فايت عليها الـ A بار مع الـ B مع الـ C. لاحظوا أنه لما بدنا الـ C أخذناها من قبل الـ Inverter لأنه ما بدنا الـ C بار. طيب الآن من باب التسهيل، من باب التسهيل هاي الرسمة نفسها ممكن نرسمها كيف؟ ممكن نرسمها يعني بطريقة ثانية. كيف ممكن نرسمها بطريقة ثانية؟ ممكن أجي أحكي أنه هون في عندي ثلاثة AND gates بكل بساطة، أوكي؟ يعني باب التسهيل ثلاثة AND gates، وهي makes more sense. هاي أفوت عليها الـ A مع الـ C، هاي أفوت عليها الـ B مع الـ C bar، يعني أوكي C bar، وهاي أفوت عليها الـ A bar مع الـ B مع الـ C، بعدين أعمل بينهم أورينج. يعني هاي الرسمة أكيد بالطريقة هاي أوضح و اسهل. طبعا الان هاي الاي طبعا هي نفسها الاي الثانيه موجوده، او البي هاي مثلا هي نفسها هاي البي، اوكي؟ يعني لكن احنا يعني ما بنعتبر انه في عندي تو انبوتس، هو نفس البي. مظبوط يا جماعه، انا عارف بعض الملاحظات اللي بحكيها بجوز تبين تريفيال، بس هاي ملاحظات انا يعني مر علي بالفصول السابقه وكثير من الطلاب بيسالوا عنها وبتكون كونفيوزنج لبعض الطلاب. مظبوط تظهر تريفيا، لكن يعني بعض زملائكم ممكن تتخبطوا فيها. يعني هذه البي وهاي البي هم نفسهم، انا ما بحكي انه في عندي تو انبوتس يعني زادوا عدد الانبوتس، هون عندي نفس عدد الانبوتس اللي هم A وB وC. اذا هذول عباره عن فعليا نفس الانبوتس. السي بار طبعا يعني هاي السي عليها اكيد بار، اذا هو عباره عن انفرتر فعليا، الا اذا السؤال طبعا حكى لك انه يعني احنا بنستخدم قاعدين يعني الانفيرجن موجود لكل الفاريبلز، اسيوم انه الانفيرجن موجود. طيب نحاول الان نعمل ايفالويشن هون للاف، شو الاف تساوي؟ اذا هون بدنا الاف شو تساوي، وبدنا نعمل كمان درو، بدنا نعمل درو.
يلا نعمل evaluation للإف. الإف شو تساوي؟ نعوض واحد أور واحد معمول لها ending مع واحد بار أور زيرو. عوضت قيم الـ A والـ B والـ C. طيب inversion of single term إذا شو تصير؟ واحد أور واحد معمول لها ending مع زيرو أور زيرو. إذا inversion of single term أول شيء هاي بدها تطلع تساوي. الآن نعمل الأشياء اللي بين parentheses. طبعا في عندي two parentheses متساويات نبلش فيهم من الشمال لليمين. إذا هون في عندي واحد أور واحد اللي واحد معمول لها ending مع ال 0 0 أور 0 كمان عبارة عن 0. الآن 1 and 0 اللي هي طبعا تساوي 0. إذا هيك بكون عندي ال F طلعناها. طيب بدنا ايش نعمل الآن؟ بدنا نرسم السيركت. هاي نفسها نرسمها. أوكي زي ما حكينا الآن يعني ممكن إنه شوي نسرع الأمور. أو قبل ما نسرع الأمور إحنا بنعرف inversion of single term اللي هو B. إذا هون في عندي B وهي في عندي هون ال B بار. بعدين نعمل العمليات بين الأقواس. بين الأقواس أكيد إذا في عندي هون OR gate فايت عليها ال A. فايت عليها ال A وال B. بعدين في عندي كمان OR gate فايت عليها ال B bar. و ال C. اوكي بعدين عاملين ending بينهم وبين ال بين ال two gates دول. هذا طبعا بيعطيني هذا الحكي بيعطيني اذا A or B. في عندي B bar معمولها ending مع ال C. بعدين في عندي oring عفوا مع ال C. بعدين في عندي and لا عشان يعطيني الفانكشن كامل عفوا اذا B bar مع ال C. نعم اذا هاي هي السيركت يعني الموجوده عندي حسب ما مشينا فيها على القواعد اللي موجوده في السلايد السابق. طيب الآن سؤال بطرح نفسه يعني كان يو بي ليتل بيت فاستر. اوكي يعني سيركت زي هاي لو نتفرج عليها ممكن نحلها خلاص بشكل اسرع يعني بدون ما نمشي على القواعد. اذا انت بدك يعني تصير بروفيشنال اكثر لاحظ انه هون في عندي اند جيتس. كم اند جيت في عندي هون؟ كم اند جيت في عندي؟ ثلاثه. واحده اثنتين ثلاث. اوكي وفي عندي 1 اور جيت. 1 اور جيت لانه هذول الثلاث فايتين على اور جيت وحده في بينهم نفس العمليه. اذا سؤال زي هيك يعني انا ممكن احله بسرعه حتى يعني خلص ارسم ثلاثه اند جيتس واحط هون في عندي ايش اي بي. اوكي وانا احط سي دي مع بابل اذا صار في عندي سي دي لكل بار. وهون في عندي اكيد يعني ممكن احط ايش انفرتر للاي او احط اي بار بكل بساطه مع ال سي. خلص انتهينا. اذا في عندي ثلاثه اند جيتس وفي عندي اور جيت كبيره كلهم مشبوكين عليها. في عندي اور جيت كبيره كلهم مشبوكين عليها. هذا الحكي شو بيعطيني؟ بيعطيني اف. اذا يعني بدنا نمارس الرسم بشكل اسرع وبشكل بروفيشنال اكثر. بتمنى انكم يعني تحلوا هوم ووركس وتحلوا اسئله عشان يعني فعليا تقدروا تعملوا هاي الاشياء بشكل شوي اسرع. طيب المحاضرة الماضية يا جماعة يعني احنا حكينا انه اي سيركت في الدنيا بنقدر نعملها باستخدام اند اور ونات. احنا حكينا انه اذا كانت الاف تساوي اي اكس اور البي. حكينا كمان انه هذا الحكي ايش يساوي؟ يساوي الاي اند البي اور الاي اند البي. طبعا في عندي بار على البي وبار على الاي. الان فعليا كيف عرفنا فعليا ان هذا الحكي متساوي؟ اذا بتتذكروا المحاضره الماضيه حكينا اذا بدك تعرف انه تو فانكشنز متساويات لازم تعمل لهم طبعا في طرق مختلفه لكن مبدئيا في هاي النقطه من الكورس يعني احنا بدنا نكون عارفين انه واحده من الطرق اللي هي التروث تيبل. التروث تيبل اذا بدنا نعرف انه تو فانكشنز متساويات لازم يكون كل رو في التروث تيبل لهم متساوي.
متساوي. طبعا بنعرفهم عكس بعض، لازم كل رو في التروث تيبل لهم يكون كمان عكس، لازم يكونوا عكس بعض. فخلينا نتأكد باستخدام التروث تيبل انه فعليا الاكس اور فعليا تساوي هذا الفانكشن. طبعا هذا الفانكشن يا جماعه لو بدنا نرسمه واضح هو عباره عن ايش؟ عباره عن تو اند جيتس. اوكي، تو اند جيتس، واحد فايت عليها الاي بي، واحد فايت عليها البي مع الاي، في بينهم اور، في بينهم اور بتعطيك الاف. الان هل هاي مساوية للإكس أور؟ إحنا حكينا المحاضرة الماضية إنه هاي هي الإكس أور. هل يعني هذول التو فانكشنز بنفرجي فعليا إنهم فعليا إيش مالهم؟ إنهم متساويات. هاي الرسمة قدامكم، يعني تقدروا إنكم ترسموها وتعيدوا وتوقفوها وترسموها مرة أخرى. طيب خلينا نشوف انه فعليا متساويه. طيب ما انه في عندي تو انبوتس يا جماعه، هم الاي والبي فعليا، معناته كم رو راح يطلع عندي في التروث تيبل؟ كم رو؟ تذكروا من المحاضره الماضيه هي اي اور بي، اكيد ما انه في عندي تو انبوتس راح يكون في عندي اثنين، راح يكون في عندي اثنين للقوه اثنين، وهي تساوي كم؟ وتساوي اربعه. اوكي، هون في عندي 0 0 كل البوسيبل فاليو 0 1 1 0 واخر شيء في عندي 1 1. اوكي، طيب احنا بنعرف ال A XOR ال B شو تساوي، اخذناها المحاضرة الماضية A XOR ال B اللي هي حكينا عنها odd function، او اذا كان عندي two inputs اذا كانوا مختلفات 1، اذا كانوا متشابهات 0. اوكي، اذا هون عندي الجواب 1 0 1 1 صفر. اوكي، طيب الان بدنا نثبت انه هذا الفانكشن مساوي لايش؟ مساوي لها، اذا لازم نطلعها. طيب كيف بدنا نطلعها؟ يعني بدك تحلهم واحده واحده. ممكن انك في البدايه تطلع مثلا البي بار، اوكي، طلع كمان الاي بار، اوكي، بعدين تطلع ال اي معمولها اندنج مع البي بار، اوكي، بعدين تطلع ال A بار معمولها اندنج مع ال B، اوكي، وبعدين تطلع الجواب النهائي اللي هو ايش كان؟ A and B بار or ال A and B بار. اوكي، اذا بنعمل اورنج لهاي مع هاي. طيب نشوف ال B بار، لاحظوا انه ال B هي قيمها، نتفرج هون البي بار شو قيمها؟ صفر واحد صفر واحد، بدنا نعكسهم شو بدهم يصيروا؟ صفر واحد صفر واحد صفر. الاي بار وينها؟ الاي عفوا هيها، بدنا نعكسهم شو بده يصير؟ واحد واحد صفر صفر. اوكي، طيب طلعنا الاي بار والبي بار، الان شو بدنا نعمل؟ اندنج لمين؟ لاي معمولها اندنج مع البي بار. وين البي بار؟ هيها. وين الاي؟ هيها. نعمل اندنج لهذول، نيجي بنحكي صفر هاي اللي هون معمولها اندنج مع مين؟ مع الواحد، شو بطلع الجواب؟ صفر. بعدين صفر معمول عفوا احنا لازم نعملها اندنج مع مع الواحد اللي هون، نعم مع الواحد اللي هون. بعدين صفر للاي معمولها اندنج مع البي بار اللي هي زيرو، كمان صفر. بعدين واحد معمولها اندنج مع واحد، واحد اند مع الواحد واحد، والنهايه كمان هون في عندي البي بار قيمتها صفر، اذا راح يطلع الجواب صفر، راح يطلع الجواب صفر. الاي بار معمولها اندنج مع البي، وين الاي بار؟ هيها. اوكي، معمولها اندنج مع البي اللي هيها. اوكي، يلا صفر معمولها اندنج مع واحد، اذا صفر. بعدين واحد معمولها اندنج مع واحد، نعم واحد معمولها اندنج مع واحد اللي هي هون، اذا هي واحد. بعدين في عندي صفر معمولها اندنج مع صفر، اذا صفر. وبعدين في عندي واحد معمولها اندنج مع صفر، اذا صفر الجواب، صفر الجواب. اوكي، طيب الخطوه الاخيره نعمل اورنج لهذول الاثنين مع بعض، نعمل اورنج لهذول الاثنين مع بعض. يلا صفر اللي هي هاي معمولها اورنج مع صفر، صفر صفر اورنج مع واحد،
واحد أورنج مع صفر اللي هي واحد، وآخر إشي في عندي صفر أور مع صفر اللي هي صفر. طيب شو بدنا نقارن؟ بدنا نقارن هاي هذا الناتج مع هذا الناتج. لاحظوا انهم في كل رو متساويين، في كل الروز متساويين، لان فعليا اللي فوق معناته صحيح، الفانكشن اللي فوق اكيد معناته صحيح. اذا هاي طريقه لاثبات انه فعليا الاند والاور والنت بيقدروا فعليا يعملوا لي الاكس اور زي ما انتم شايفين. اذا فعليا يعني هذا الحكي انه الاكس اور الفانكشن اللي كتبناه الاكس اور اكيد اكيد انه صحيح 100%. طيب بتمنى انه بالنسبه للاكس نور اللي هي كانت تساوي ايش؟ شو كانت تساوي الاكس نور؟ كانت تساوي الاف تساوي اكس اكس نور مثلا او اي، يعني مش واي مش فارق، اكس اكس اور الواي، حكينا هاي تساوي اكس اند واي اور اكس اند واي طبعا بار بار. بتمنى انكم يعني تحلوا هذا السؤال بنفس الطريقه اللي حلينا فيها السؤال الماضي كايش؟ كاكسرسايز، كاكسرسايز بتمنى انكم تحلوا. طبعا يا جماعه الان احنا قاعدين ندخل بتفاصيل ممله شوي، وقاعدين ننزل لفيري لو ليفل يعني بالامثله، لانه هاي الامثله الاولى وماده جديده يعني لسه ما مرت على عليكم على معظمكم يعني قبل هيك. ف في المحاضرات الجايه ان شاء الله لا يعني راح نعمل سكيب لكثير من الاشياء، بس بدكم يعني تحلوا معنا ويعني تتاكدوا انكم بتحلوا اول باول. طيب وتمارسوا وتكتبوا بايديكم. طيب الشيء اللي بدي احكي عنه كمان اليوم اللي هو الاكسبانشن اوف اوف الناند. زي ما حكيت في بدايه المحاضره الاكسبانشن هو بيعتمد على بعض الخواص الموجوده في عالم البوليان الجبرا، القواعد والمسلمات اللي موجوده اللي هي واحده منها اللي هي الاسوشيشن اللي هي الاسوشيتيف رول اللي هي الخاصيه التجميعيه. ف راح نحكي عنها ان شاء الله بالتفصيل المحاضرات اللاحقه يعني، لكن يعني خلينا نشوف شو يعني هذا الموضوع، خلينا نشوف شو يعني هذا الموضوع. اكزامبل، لو حكيت لك انا الاف تساوي اكس اور واي اور زد مثلا، بالوضع الطبيعي احنا بنعرف لو بدنا نرسم هاي السيركت راح يكون شكلها زي هيك، اكس واي زد هاي هي الاف. لكن الآن فرضاً أعطيتك restriction، أنا شو يعني شيء محدد؟ فرضاً المصنع شو حكى لنا؟ هاي بنسميها يا جماعة three input or gate. three input ليش three input؟ لأنه هاي الجيت تقدر تأخذ ثلاثة input. لو أعطيتك restriction يعني أنت لو حكينا إنه في المصنع مثلاً حكونا إنه لا إحنا فقط عندنا إيش؟ two input or gate، فقط في عندنا two input or gate. شو العمل بهاي الحالة؟ شو العمل؟ العمل إنك تستخدم two or gates، اثنين كل واحدة فيهم عبارة عن two input. فباجي مثلاً أنا باجي بعمل شو بعمل؟ باجي بستخدم one or gate بدخل عليها إيش؟ ال x وال y، بعدين or gate ثانية بدخل عليها z، وهذا الحكي بيعطيني F. طبعا this is an expansion، this is an expansion. فعليا انا هون شو عملت x or y، اوكي عملت لها اورنج وحطيت، لاحظوا اني حطيت بين اقواس، بعدين عملت لها اورنج مع z، اوكي. ولاحظوا انه بسبب موضوع الاسوسيشن هاي فعليا مساوي ليش؟ لهاي، اوكي. وحتى لو عملت x or z بعدين or y هي نفسها متساويات، اوكي. وهي الخاصيه موجوده بالجمع والضرب، صح ولا لا؟ لكنها مش موجودة لما يكون في عندي بابل. الآن اللي مش مصدق هذا الموضوع يجرب يعمل تروث تيبل، يجرب يعمل تروث تيبل. التروث تيبل هذا راح يكون فيه ثمانية روز، اوكي ثمانية روز
لأنه في إكس واي وزد، يجرب يطلع هاي العملية بشكل مباشر، أوكي؟ بعدين في المرة الثانية يعمل إكس أور للواي مع والواي لحالهم، يعمل أور عفواً أورينج للإكس والواي لحالهم، بعدين الناتج يعمل له أورينج مع مين؟ مع الزد، راح يشوف إنه فعلياً هاي العملية مساوية لإيش؟ لهاي العملية، أوكي؟ طيب وين المشكلة؟ المشكلة وين؟ المشكلة في الناند والنور. يعني إحنا هون لو بدنا نحكي X or Y or Z، لو نعملهم تروث تابل X Y Z، زي ما حكيت المحاضرة الماضية truth table راح يتكرر معنا كثير. لو هون حطينا x or y or z، بعدين حطينا x or y، بعدين هون حطينا x or y، معمولها الكل اورينج مع z. الآن احنا عارفين انه هاي حسب اللي كتبناه المحاضرة الماضية راح تطلع بهاي الشكل. ليش راح تطلع بهاي الشكل؟ لأنه يعني at least one input is one، فإحنا نعرف إنه فقط الأولى كلهم zeros، باقي ال rows at least في عندي one input is one، إذن راح يكون شكل التابل بهذا الشكل. بهذا الشكل. طيب نيجي نعملهم، نيجي نعمل orange لل x وال y مع بعض، x or y فقط، إحنا هون نحكي فقط عن ال x وال y. إذن إيش أول واحدة راح تكون zero zero، بعدين في عندي one one، بعدين في عندي one one 1 1. إذا هذا ال x و y. طبعا لاحظوا إنه هذا الفانكشن غير مساوي لل x or y or z. طيب بعدين شو بدنا نعمل له؟ بنعمل له اورينج مع z. إذا هذا كله بدنا نعمل له اورينج مع مين؟ مع z. يعني كيف بدنا نعمل له اورينج مع z؟ بيكون في عندي هون صفر، بعدين في صفر اور مع الواحد اور مع زيرو واحد. لاحظوا إنه أصلا هون كله هون وحدات، فبالتالي الاور عملية راح تعطيني ايش؟ راح تعطيني وحدات. اذا فعليا هاي كلها مساويه لهاي كلها، اوكي؟ متساويات، اذا فعليا الاكسبانشن هون عندي صحيح. المشكله وين؟ المشكله وين؟ المشكله في الناند، في النور عفوا. بالمقابل لو حكيت لك انا الاف تساوي اكس اور واي or z الكل بار، الآن بالوضع الطبيعي حكينا إنه هاي راح تكون إيش؟ x y z مع بابل هون، هاي بتعطيني اللي هو الf. الآن طبعاً هون في عندي 3 input gate، 3 input gate. الآن again لو حكيت لك في عندي restriction. شو restriction بيحكي؟ بيحكي لك إنه I only have two input gates. Okay. هل بصير نعمل زي ما عملنا قبل؟ يعني إيه يعني؟ يعني هل بيجي بصير أحكي إنه هذا الحكي يعني بدي أرسم السيركت الآن بهذه الطريقة X Y Z، أجي أحط هون NOR gate زي ما عملنا قبل، كمان هون NOR gate، هذا طالع هيك وهيك، هاي هي الاف. هذا سؤال، هذا سؤال. طبعا الاجابه اللي هي طبعا اكيد غلط، لكن بدنا نثبت هذا الشيء احنا ايش؟ ب بايش؟ ب تروث تيبل. خلينا نشوف تروث تيبل. خلينا نشوف التروث تيبل. هون في عندي x y z، هون في عندي x or y or z كل بار، اوكي؟ هون راح يكون عندي x or y بار، هاي المرحلة الأولى، بعدين راح يكون عندي x or y بار معمولها اورينج مع z، بعدين بدنا نعمل
يعني x x or y or z هاي بار والكل بار اوكي okay. نعكس الكل اوكي okay. شوف فعليا هل هذول متساويين او لا. طيب again في عندي هون 8 روز. ليش 8 روز؟ لانه عندي 3 inputs لازم اطلع كل البيرميتيشنز كل البوسيبل فاليوز. طيب يلا النور جيت احنا عارفين ان هي عكس الاور عكس الاور اذا راح تكون فقط واحد هون والباقي كله راح يكون ايش زيروز لانه الاور فعليا عكس. طيب بدنا نشوف انه فعليا هل الفاليو اللي هي بالاخير هاي هل هي مساوية لهذا الرو؟ طيب أول شيء بدنا نعمل نورينج للإكس والواي، الإكس والواي، أوكي، الإكس والواي نورينج لهم، هاي راح تعطيني واحد وواحد، هذول الإكس والواي هيهم، أوكي، بعدين هذا الحكي راح يعطيني زيرو، 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 كيف بطلع الفاليوز؟ بترجع من التيبل، اللي عندي هون زيرو وهون زيرو، طيب، الآن الإكس or y البار نعملها اورينج مع مين؟ اورينج عادي مع الزد هي الزد وصفر اور مع واحد 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 صفر واحد صفر واحد صفر واحد اذا هاي بالطريقه هاي طلع معي الان هاي كلها شو بدي اعملها؟ بدي اعملها انفرجن كلها بدي اعملها انفرجن شو بتطلع هاي؟ 0 0 1 0 1 0 1 إذا واضح إنه هاي كلها شو مالها؟ لا تساوي هاي لا تساوي هاي أوكي؟ لا تساوي إذا انفيرجن لما يكون في عندي ناند أو نور ما بصير عفوا الإكسبانشن ما بصير إني أعمله بهاي الطريقة ما بصير إني أعمله بهاي الطريقة إذا كان في عندي إكسبانشن باستخدام النور والناند طيب كيف بعمل الإكسبانشن؟ النور والناند كيف بدي اعمل اكسبانشن؟ احنا حكينا الاف تساوي اكس اور واي اور زد كيف بدي اعمل اكسبانشن فعليا؟ لازم تعمله بهذه الطريقه تعمل الاور جيت مش نور اوكي اكس واي هاي تطلع عندي اكس اور واي بعدين بتحط نور هاي زد فهي بتطلع عندك اكس اور واي بين اقواس اور زد الكل بار طبعا يعني داخل البار اوكي ما في عندنا مشكله لو قلنا الاقواس عن الواي والزد ما عندنا مشكله لانه يعني زي ما حكينا البار هي عمليه توزيعيه طيب نفس الشيء ينطبق على الاند والناند اتمنى تجربوهم كاكسرسايز exercise اذا حدا انتبه لاي خطا بالتيبلز اللي عملناها التروث تيبلز اللي عملناها بتمنى انه يتواصل معي عشان يعني نعمل ملاحظه على هذا الموضوع يعني بتمنى انكم يعني تكونوا استفدتوا من المحاضره واذا في حدا عنده اي مشكله او اي سؤال متعلق بالماده بتمنى انه يعني يتواصل معي اذا التوبكس اللي حكينا عنها اليوم غطيناها سواء ديسكرايبنج الديجيتال لوجيك سيركتس ايفالويتنج الديجيتال لوجيك سيركتس الاكس اور والاكس نور حكينا عن الموضوع اكستنشن تو مالتيبل جيتس اللي هي متعلقه بالاسوسييتيف رول طبعا زي ما حكيت هذا بيغطي هاي السكشن من الكتاب المحاضره الجايه ان شاء الله راح نحكي عن البوليان الجبرا البوستوليتس و الثيوريمز ممكن هاي المواضيع نحكي عنها ليتر هي متعلقه في حسب السلايدز بليكتشر 5 بارت 1 حسب السلايدز فيعني ان شاء الله بنحكي عنها قريبا لكن بفضل انه نروح للليكتشر 5 بارت 2 حسب السلايدز قبل ما نحكي عنها يعطيكم العافيه ونتمنى لكم التوفيق واللي عنده اي سؤال بالدار انه يتواصل معنا السلام عليكم